ارجع مع حضرتك للخبر ده استاذ محمود صبري، التحذيرات من واحد من الشخصيات اللي بتتولى مناصب مهمه في القطاعات الصحيه والطبيه في العالم، والتحذير من عوده اي نشاط جماهيري او حضور جماهيري غفير في استادات لرياضات مختلفه قبل خريف 2021. اكيد طبعا الناس خلاص وصل بها الامر يعني الى الذروه، يعني خلاص يعني مش هنا كمان، اوروبا دلوقتي في موقف صعب جدا، العالم كله زي ما احنا شايفين في كلام على انه مثلا بعد الناس قالت انه الدوري بتاعها هيرجع زي هولندا، قالت لك هيرجع في مايو او اعتقد في يونيو، في انجلترا بيحاولوا بيدوروا زي ما اتكلمنا يمكن قبل كده، او ان هم بيدوروا على يعني مدينه او اتنين ما فيهمش تواجد للمرض فيبداوا يعملوا مباريات بدون جمهور، رغم ان اللعيبه والمسؤولين رافضين حكايه اللعب بدون جمهور. فاعتقد ان التحذيرات دي كلها بتسبق، لانه في كلام النهارده بيتقال على انه كمان ما تنتظروش في حاجه غير في 2022. في ناس بتقول لك لا استنوا، يعني نظريه التعامل عن بعد هتبقى مستمره المفروض، يعني ما تعتقدش ان المساله انتهت فخلاص تعود الحياه لطبيعتها، رغم هناك في تباين في الاراء، في من يطالب بخلاص الحياه. النهارده مثلا الدنمارك قالت لك خلاص هنرجع المدارس بدءا من الشهر الجاي، خلاص وكفايه اللي حصل ولازم نتعود، كل واحد يعني يحمي نفسه واسرته وطبيعته، والحياه لازم تسوي. في راي اخر بيحذر من انه هيبقى كارثه لو حصل عاد الاختلاط بشده والحياه رجعت شكل زي الحياه العادي. في تباين، فطبعا هو ولازم تلاحظ النهارده يمكن في معركه كمان كبيره ما بين ترامب وبين رئيس منظمه الصحه وبطالبها وأطاح وبطالب بقطعتها نهائيا وعدم التعامل معها واتهم ان هي هو السبب. اعلن تعليق التمويل، هو اعلن تعليق انه يعني مش بمهمته على يعني ايه. بص في تباين وفي شغل مش مفهوم، احنا مش فاهمينه، يعني اول مره يبقى في عنف في التعامل مع منظمه الصحه بهذه الصوره، واتهمها بشكل صريح وان هي كان المفروض تبعت تروح الصين وتشوف وتعمل بعد كده تحذرنا وتاخد القرارات. فاعتقد الكلام ده بيبقى يعني زي ما بيأدي رسالة وبيحذر عشان لما تحصل حاجة زي كده يقول ان احنا عملنا توجيهات ونصحنا الناس والناس ما سمعتش لكلامنا. هي مسألة في خطورة من مسألة العودة،